مساء الخير. حلقة جديدة النهاردة يا شباب، يعني جديدة بكل تفاصيلها. من أول سنة مع رهيمة. ولا يا حبيبي والله. النهاردة إن شاء الله يا شباب الحلقة بعنوان، خلاص تعرفوا إبراهيم بقى، مش لازم أعرفكم عليه تاني، خلاص إحنا عرفناه. الحلقة بعنوان إزاي نجهز لبطولة. تمام؟ أول حاجة عشان تجهز لبطولة لازم تبقى عارف إمكانياتك. لازم تعمل كده دراسة جدوى كأنك داخل مشروع بالظبط. تعرف معاك فلوس قد ايه، تعرف وقتك هتستثمره ازاي، هتتمرن كم مره في اليوم، حاجات كتير ورا بعض. النهارده هنحط عينينا على حاجه مش كل الناس بتتكلم فيها، وهي انا لما اجي تارجت ماتش او بطوله هتارجته بناء على ايه. لازم تارجته بناء على السيمتري بتاعك. طب السيمتري بتاعي ده انا هعمله ازاي؟ ده بقى اللي كل الناس ما بتركزش عليه، واحنا النهارده هنيجي ونشرح. يعني ابراهيم اول ما بدانا نجهز مع بعض، يا ابراهيم جهزنا في خلال 25 يوم صح؟ تمام. اول حاجه قلت لك ركز على حاجات معينه، عضلات معينه. طبعا. صح؟ معظم الناس يا ابراهيم بتتمرن عشوائي، اللي هو مره شيست مره ظهر مره كتف، فتلاقي ان هو مع العمر يوم بعد يوم تلاقي جسمه بدا يبقى الدراع كبير قوي على الكتف، الكتف اكبر من الشيست مش عارف ايه. تحس ان في مشاكل في جسمه، شكله السيمتري بتاعه مش احسن حاجه، مش متظبط. فده بقى اللي احنا عايزين نتكلم فيه النهارده، انك انت تبقى واعي لجسمك ومركز معاه. انك انت النهارده عارف انك شيستك ضعيف، يبقى انا هشد على الشيست. عارف نقاط ضعفك وتحاول تطورها، عشان على المدى البعيد لما تيجي بعد سنه 2-3 وتحاول تطور نقاط ضعفك، هيبقى الموضوع صعب جدا. انت بقالك سنتين بتمرن كتف وسايب الشيست، فعشان تعمل بالانس والاثنين يتمرنوا مع بعض صعب، عايز وقت كبير بقى، عايز كمان سنه. فانت لو بدات من الاول ومظبط الموضوع ده هتطلع منه وانت صغير جسمك مظبوط. يعني في امريكا والاماكن دي في مدارس معينه بتمرن حاجات معينه، يقول لك انا همرن ترابيس بس ولات وابس، ويسيب الكتف والشيست مش قد كده. ليه؟ بيعملوا رسمه الفي، يخلي شكله شكل معين، هو عايز شكل معين. في ناس ثانيه تلاقي مثلا بيكبر الكتف، هو عايز يبقى عريض، بيلعب في شكله زي ما هو عايز. اما احنا هنا مثلا بتحس ان الموضوع عشوائي شويه، بيروح الجيم وخلاص، كل يوم بيتمرن عضله وخلاص، ما هوش متارجت هو بيعمل ايه، مش عامل خطه لنفسه ماشي عليها. احنا اول ما اتمرنا مع بعض اتفقنا ان احنا هنشتغل على ايه؟ شيست وباك، اللي هو الشيست اللي هو الصدر، والباك اللي هي الظهر. قلنا هنشتغل عليهم اكتر حاجه لان هم اللي فيهم مشاكل عايزه تتطور. بلس ايه بقى؟ عندك بطوله النهارده. طيب البطوله دي هتبقى بطوله ايه؟ فيزيك مثلا. اروح اشوف تحكيم الفيزيك بيحكم على الاداء ايه؟ ما اتمرنش انا وخلاص واروح، يبقى مثلا البطوله عايزه مثلا شكل معين، سيمتري معين، وانا اروح له بشكل ثاني خالص. يعني مثلا في بطولات ما بتبقاش عايزه عمق عضلي وشراسه عضليه وكتف كبير وباي كبير، بيبقوا عايزين الرسمه ثانيه خالص. فانت تيجي رايح بالشكل اللي انت مثلا شكل كلاسيك تلعب بطوله فيزيك، فهتخسر. انت عندك عضلات وجامد جدا، بس مش مكانك، انت مشخص مكانك في حته غلط، فطبيعي انك حطيت الحته دي في حته غلط، طبيعي جدا انك هتخسر. مش عشان انت ضعف واحد، انت ممكن تبقى واقف في اللاين كله، بس انت واقف في حته مش مكانك. صح؟ فلازم تارجت البطوله. خلاص تارجتنا البطوله النهارده. طبعا احنا قلنا النهارده هنتكلم على موضوع شكل الجسم. تارجتنا البطوله يبقى شكل جسمك. الفيزيك مثلا بيبقى محتاج شيست كبير، ظهر كبير مظبوط، كتف صغير، دراع برضو ايه صغير في الرسمه كده. فبتلاقي ايه ده الفيزيك، يبقى انا اشتغل على الشكل ده وابدا اطور نفسي، وكل يوم اركز على العضلات دي بحيث ان هي ايه، هي دي اللي تتطور. فاروح العب الماتش وانا حاطط نفسي في المكان الصح، فابدا ايه، ابدا اللي انا خلاص انا كده عارف نفسي انها صح، ابدا انافس، اللي هو انا موجود في المكان الصح فهنافس في المكان ده. يبقى ايه؟ يبقى نتارجت الماتش، وبعد كده نشوف الماتش بيحكم على اساس ايه؟ وبعد كده نلعب الماتش. ما نعملش العكس، اللي هو نلعب ونتمرن ونروح نلعب البركه. بعد كده نكتشف ان الماتش ده فيزيك، ده انا كنت كلاسيك، لا انت كده ضيعت كل وقتك ده راح هباء. تمام؟ بس فتعالوا دلوقتي هنتمرن تمرين مع بعض كده، نلعب ايه؟ شيست. ماشي. يلا بينا، انا وابراهيم نلعب شيست النهارده، وهتقلع نوريهم السيمتري. طب ما دي دلوقتي كده اوريهم. يلا قبل ما نتمرن كده عشان اعرفكم احنا بنشتغل على ايه.
اول حاجه اقف على كده عشان الكاميرا تبان شويه كده هيمو. اديني كده الوضع الاول اللي هو الفرونت ايه كده شد الناتج. حلو قوي. بصوا يا جماعه دلوقتي احنا معانا ابراهيم. شوف شكل جسمه نشوف النقاط اللي هنشتغل عليها. بص هو ما شاء الله الله اكبر يعني والله اكبر عليك يا جميل جميل. بس لو جينا نبص على الشيست هتلاقي الشيست فاضي شويه. يبقى احنا عايزين نشتغل على الشيست نكبر بالشيست شويه. الكتف عنده كبير ما شاء الله ممكن نريح كتف شويه يعني كده ممكن نشتغل على الشيست اكتر. ممكن نتمرن مثلا يوم ونريح يوم نلعب شيست تاني. يبقى نمرن الشيست اكتر من مره فاهمني نهتم بيه. خلينا متفقين حاجه مهمه جدا وهي مفيش حاجه اسمها انا جيناتي ضعيفه في الحته الفلانيه. دي معلومه غلط يا جماعه. في حاجه اسمها طور اي عضله تتمرنها كتير وتركز عليها طور منها. الجينات بتلعب في ايه؟ زي مثلا ابراهيم شيسته عامل كده من هنا والحته دي فاضيه. دي جينات مش هينفع نغير فيها في العظم وكده في العضل نفسه ما ينفعش العب فيها ابراهيم. اما السايز نفسه الحجم اقدر العب فيه اقدر اتمرن العضله اكتر فالعضله تكبر اكتر فطبيعي انها تبقى شكلها مميز عندي. زي كتفي مثلا انا بتقول لك كتفك كبير. مش فكره جينات خالص هي فكره ان انا بتمرن كتير بحب عضله الكتف فبتكبر عندي. دراع مثلا نفس الكلام سيبك في الدراع حلو فهمت. فهنا ايه هنهزر طبعا. يبقى هنا ايه بنشتغل على العضله اللي هي ضعيفه عندنا. نطلع على الستيج بقى تبص تلاقي نفسك حاجه جميله. لو احنا فضلنا نشتغل عشوائي هتطلع على الستيج هتلاقي فيه كوره في لعبكه كتف كبير شيست صغير مش مفيش بالانس. والعين بتحب ايه حاجه الحلوه. فانت لما الحكم هيبص عليك هيلاقي مفيش سيمتري هينزلك درجات. فانت لا انت محتاج كل درجه موجوده تمام. دوم كده وظهر برده نشوف كده عرض ظهر. يلا ابدا كده ورا يلا عايش اهي ما شاء الله. افتح كمان ايوه ما شاء الله جميل. تشوف مشاكلك مثلا ابراهيم عايز يشد شويه ايه جوه الكتف عنده. نبص نشوف في بالانس ولا لا حاجه اكبر من حاجه ونركز عليها. حاول تظبط عشان الكاميرا على فكره دي زاويه كاميرا يا جماعه تمام. يلا دبل بايسبس اطلع واقفل تاني اطلع فوق خالص اقفل افتح ابراهيم. حلوه وما شاء الله. بتشوف بقى ايه كل حاجه تبقى متابع نفسك اول باول. بنشوف ايه المشاكل اللي ناقصه. اقفل إيه كمان ورا يا ابراهيم. بص ممكن نعمل كده اقفل إيه افتح بقى إيه. بص الفرق موضوع البوز برده يعني شفت انت عامله ازاي دلوقتي العضله عامله ازاي بدات تبان اكتر. يلا الف مبروك فعلا. موضوع البوزنج لازم يتعلم عرض. انت كنت بتعرض دي كل يوم صح؟ يوميا على الريق فرق معاك جدا. حسيت بالعضله. في فرق بين انك انت حاسس بالعضله وانت كل يوم بتعرض بيها فبتعرف تشدها غير الاول. الاول انت العضله موجوده فانت مش عارف تكنترول عليها مش عارف تتحكم فيها. موضوع العرض فرق معاك من اول يوم لاخر يوم صح؟ دي حاجه مهمه برضو نتكلم فيها ابراهيم وهي الناس بتهمل ان هي تتعلم بوزنج يعني مثلا يشد كده ويقفل كده ويعمل كده ويتحرك. كل الشغل ده بيخليك تاخد درجات على الستيج. فانت ممكن تبقى احسن واحد موجود فاهمني زي معاك عربيه بي ام بس انت ما تعرفش تسوق هتخسر مع ان جنبك عربيه تعبانه بس هو بيعرف يسوق بيعرف يعرض بيبين عضلاته. زي دلوقتي مثلا انت عملت باك دبل بايسبس فانت في الاول كنت قافل ايدك فالعضلات مش باينه. لما انا فتحت لك ايدك العضلات باينه اتقسمت وبدت كلها. نفس الكلام يبقى لازم نتعلم بوز كتير علشان نقدر نجهز له بطوله. تجهيز البطوله زي مشروع بالظبط لازم تهتم بيه ولازم تبقى عارف اعمل له دراسه جدوى من اوله لاخره عشان ما تجيش في النص وتقع. البس بقى عشان ما تجيلكش برد. ف وعلى فكره يا جماعه يعني احنا بعد التمرينه دي احنا هوريكم تمرينه دلوقتي شيستو ايه؟ شيست خلينا شيست النهارده شيستو ممكن شويه كتف كده خفيفه يعني احنا هنشغل اكتر من عضله تمام؟ ممكن شيست وحركه كتف وممكن ايه باي تراي كمان معاه. على حسب هنظبط ونشوف دلوقتي هنتمرن ايه عشان برضه نعرفكم التكنيك وكده. وكله بقى كوم كله كوم. وان ابراهيم ده طلع حكايه ثانيه خالص بقى يا جماعه يعني طلع قصه كفاح رهيبه بما يعني بصراحه كده قصه يعني تضرب بقى المثل. فلو خلينا عمره عرفنا نحكي النهارده القصه ونعمل انترفيو معاه في الاخر كده ونشوف هو
وصل اللي وصله ازاي زي ما قلنا في الحلقه اللي قبل كده ان هو عمل اول جيم ليه في حياته في سن صغير. فممكن نحكي النهارده ولو في وقت، مفيش وقت يبقى هنعمل ايه جزء تاني، تستنوا الجزء التاني عشان ايه نحكي في قصه ابراهيم، عشان صدقوني هتفرق معاكم. اي حد هيشوف حلقه ابراهيم في الانترفيو ده هتفرق معاه جدا 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 جدا. يلا نتمرن يا جماعه، يلا بينا.